قال والله اعلم اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا رايت ان رسول الله يقبلك ما قبلت. وقصه اتاني مره رجل هنا مشنعين عليه، يعني تشنيع سيء، يقول هؤلاء في مكه والمدينه هدموا بيوت آل البيت، هدموا بيت خديجة، هدموا مولد النبي، هدموا. فسألت السؤال، قلت إذا ما هدمناها وين كانت تصلي؟ فوق الكعبة؟ أليس من المصلحة العامة توسيع المسجد النبوي، تطوير مكة حتى تأتي بكل سلامة وأمان تصلي؟ يعني بدل أن تقول جزاكم الله خير أنكم هيأتوا مكة لنا، تريدنا أن نضع بيوت عمرها 1400 سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بحديث أن فيها بركة، ولا أخبرنا بحديث أن تبقى، تريد أن نبقيها لماذا؟ حتى تأتي أن تصلي عليها وترتب عليها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة؟ فقال لا، هذه ليست محبة لأهل البيت. قلت من قال لك أن محبة أهل البيت بالحجار البالية؟ محبة أهل البيت أن نتبعهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل بالشجرة التي ذكرت في القرآن وبايع تحتها النبي والصحابة؟ يد الله فوق أيديهم. ماذا فعل عمر لما علم أن أحد الأعراب بدأ يتبرك بها؟ قطع. لو كان عمر في هذا الزمن قال وهابي. فقلت عمر أزال شجرة ذكرت في القرآن لأن الصحابة توجهوا يطلبوا منها نفع وضر، حموا الصحابة بدمائهم بأرواحهم هذا الدين من أن ننحرف كما انحرفت النصارى، هم يقدسون صليب لم يعرف عنه عيسى عليه السلام.